عن العزوف الشعبي عن العملية السياسية وقبيل انتخابات مجالس المحافظات، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي مكي نزال. أستاذ مكي، مرحبا بكم. يعني مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات، كيف رصدتم الترتيبات التي تجري الآن، خاصة بعد تمرير قانون الانتخابات الذي بطبيعة الحال هو يخدم الكتل السياسية المتنفذة في العراق؟ تفضل أستاذ مكي. شكرا جزيلا. عملية سياسية يعني هي مقبورة منذ ولدت، وتبين ذلك في العشر سنين الأخيرة، تبين واضحا. وبعد ثورة تشرين انتهى شيء اسمه العملية السياسية في العراق، ظلت على الساحة المسرحية السياسية في العراق. نعم. اتفاقات مسبقة وأسماء معروفة قبل الانتخابات. نعم. وهذه الترتيبات كلها تدخل في عملية الفساد أيضا. الأحزاب ستستفيد إضافة للمليارات من الدولارات طبعا وليس من الدنانير الكثير، الآن ستضيف إلى ميزانياتها. نعم. وإلى أشخاصها المتنفذين، وهذه الإجراءات كلها يائسة وهم يعرفون ذلك. نعم. أستاذ مكي، يعني كيف ترون فرص من يعتبرون أو يسمون أنفسهم مستقلين في نتائج هذه الانتخابات المقبلة؟ لا يوجد مستقلون في العملية السياسية في العراق. المستقل هو من يملك رأيا ويتمسك به، لذلك لا يوجد مستقل في العملية السياسية منذ نشأتها. أذكر مرة في الانتخابات الأولى في كربلاء، نعم، فاز الحبوبي بمئة ألف صوت لأنه شخص يحبه الناس. نعم. فالتفوا عليه ووجدوا تخريج بين قوسين قانونية على قانونهم. نعم. وأفشلوا، قالوا أنت لست صاحب قائمة وكذا وكذا. فخرج الرجل بخفي حنين، مع أن الناس انتخبته في الانتخابات الأولى. كانت الناس يعني نصف الناس على الأقل ينتخبون أو 40%. الآن لا يوجد مستقل أبدا، هناك من ينفق. يعني هذا بين قوسين المستقل، نعم، عليه أن ينفق مليونين أو 3 ملايين دولار، نعرف الأرقام، لكي يفوز. وهو طبعا لا يملك ذلك، لا يملك الحزبيون والمنضمون إلى هذه التجمعات الكبيرة التي تسمى أحزاب وحركات سياسية. نعم. أستاذ مكي، الأخبار المتواترة على لسان النواب في البرلمان الحالي هو عدم إقبال المواطنين لتحديث بياناتهم ضمن سجلات الناخبين قبيل الانتخابات. يعني بأي عين تنظر إلى هذا العزوف عن تحديث بياناتهم؟ يعني هو لم ينتخب فلماذا يحدث بياناته؟ هو يعرف مرتين الانتخابات يعني على الأقل. نعم. وكنا قد توقعنا ذلك وأعطينا النسبة بالضبط، قلنا لن يتجاوز عدد الناخبين 20%، أو قلنا بالحرف الواحد أن 80% من العراقيين على الأقل لم يتقدموا، لن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات، وهذا ما حصل. وأنا أراهن أن العازفين على الانتخابات أكثر من 90%، 10% الآخرون هم المنتفعون، يعني يأخذ مبلغا من المال ويدي بصوته، وهؤلاء لا يتجاوزون 10%. وهذا شيء معروف بالمناسبة عند الشعب وعند ما يسمى بالحكومة والبرلمان واللجنة العليا للانتخابات وما إلى ذلك. كلهم يعرفون أن الذي سينتخب هو فقط الذي سيقبض يعني 100 دولار أو كذا، هو يذهب يعني يبيع صوته رخيصا. أما وطبعا أصحاب العملية السياسية نفسهم، وحتى أني ناقشت أحدهم مرة قلت والله حتى زوجتك لن تنتخبك، وأقسم لي جاره أن زوجته لم تذهب للانتخابات. طيب. فهكذا هو الحال. أستاذ مكي، هناك من يقول أن الدور الضعيف للبرلمان قد يكون السبب وراء عزوف الناس عن المشاركة، ولكن في هذا المفصل تحديدا
هل تعتقد هنا أن الخلافات السياسية العميقة هي التي رسخت النظرة الشعبية للعملية السياسية برأيكم؟ الحقيقة البرلمان ليس ضعيفا، البرلمان ليس موجودا أصلا، يعني ليس هناك برلمان محترم يسن القوانين ويرعى مصالح المواطنين، وهذه أيضا كلنا نعرفها. يعني القضية كل ما هنالك أن يعني عضوا من البرلمان قد يساند عضوا من المجالس هذه، يدفع له المليون أو مليونين دينار دولار لكي يكسب أصواتا ويستفيد منهم في النهاية، كلها منخرطة في عملية الفساد، ولا يوجد شيء اسمه عملية سياسية حقيقية ولا برلمان حقيقي. هم يزوقون ويقولون ضعف دور البرلمان، هو انعدام دور البرلمان في الحقيقة. نعم. من عمان عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي مكي نزال، شكرا جزيلا لكم.